أنت استخدمت كلمة تعب يا عزيزي، وقد أحسنت اختيار الكلمة، وأعتقد أن النظام كنظام الحوثي لا تنقصه التعبئة. هو منذ بداية انطلاق هذه الحركة من صعدة في تعبئة دائمة، التحشيد الطائفي والشحن الإعلامي الطائفي الديني المذهبي، والارتباطات دائما يكون هناك ساحة جاهزة للإسقاط. يعني تتم التعبئة لنصرة سوريا، تتم التعبئة لنصرة لبنان، لنصرة العراق، لنصرة إيران، وهي طبعا المركز. والآن القضية الفلسطينية هكذا بشكل لافت تعلن أنها ليس فقط تهدد، كانت بداية كما نعلم جميعا تهديد الملاحة الإسرائيلية، ومن ثم من يحمل أي شيء إلى إسرائيل حتى لو لم تكن السفينة إسرائيلية. وجدنا صور مثيرة للجدل، لا أريد أن أستخدم ألفاظ أخرى في حقها، عندما سيطروا على جالاكسي كيف حولوه إلى مزار، وإعلانات سياحية لمن أراد أن يذهب ويمارس شكلا من أشكال التعبئة للرأي العام. داخليا هي رسائل في الأساس، وهذا ما أريد أن أخلص إليه، هي في الأساس رسائل موجهة للداخل، لأن الجيش الشعب اليمني هو جيش بحد ذاته، أكثر دولة في العالم فيها قطع سلاح فردي. وهذه عندما أقول قطع سلاح فردي لا أقول مسدس وبندقية أو رشاش، لا الكل يعلم أن حتى الصواريخ المقذوفات الصاروخية الار بي جي موجودة تستخدم بالأعراس كشكل من أشكال التعبير عن الفرح، فما بالك إذا كانت تعبير عن الغضب. الآن معلوم أن الغضب دائما وصفه شكسبير شورت مادنس، والجنون قصير، ومعلوم أن مشاعر التخطيط منافية للغضب، الغضب انفعالي، والتخطيط يلزم وضع استراتيجي ينظر بالأدوات، ينظر إلى الأهداف، ما هو الممكن التحقيق فيها. أنت أبدعت في رسم هذه الخطوط كيف سينتقل، يعني البداية كانت من السويس، تخيل مثلا أن تسمح السلطات المصرية بمرور سفينة لتنظيم تسبب بخسائر فادحة لقناة السويس بسبب المغامرة التي قام بها منذ شهر، وتخيل أيضا أن يتم السماح بذلك مطار دمشق يعني يستهدف بشكل لا يكاد يمر أسبوع دون استهدافه. فلا أعتقد أن سوريا تحتمل مزيدا من الأعباء. الآن ننتقل للأهم وهو لبنان. في هذه الحالة لبنان يعلم حزب الله أنه خسر قاعدته الشعبية خاصة في مناطق الجنوب، من الواضح أنه لا يوجد حاضنة شعبية ولا مظلة سياسية لدعم حزب الله، لذلك عادت نبرة التصعيد في قضية قرار 1701 الصادر عن مجلس الأمن الدولي، والذي قضى بأن الجيش اللبناني هو المسؤول عن حماية جنوب لبنان والتماس المباشر مع إسرائيل. فما بالك لو تصل الأمور أن يأتي حزب الله بالحوثي وضعه على الحدود مع إسرائيل، هنا سيواجه ليس فقط يعني جماعة الحوثي سخرت من الحارس الازدهار، وسخرت من التحالف البحري الدولي، هذه الأرمادة، هذا الجيش العظيم الذي الآن توجه النيران بانتظار خطأ واحد يصدر عن الحوثي، وهو أن يقوم مثلا باستهداف قطعة عسكرية أمريكية أو تجارية أوروبية، هذا كفيل برد. فما بالك أن يأتي الحوثي بنفسه ويدفع بهؤلاء، ما الذي ينتظر من تدريبهم؟ عندما يقول تعبئة سيدربون على ماذا مثلا؟ على استخدام القذائف الصاروخية؟ هل هذا هو ما يحتاجه الوضع لإجبار إسرائيل أو لإجبار الولايات المتحدة على دخول في اشتباك مباشر يكلف لبنان وبالتالي سوريا والعراق ودول مجاورة كالأردن ومصر الكثير؟ لا أعتقد أن أحدا سيسمح بذلك. الخلاصة هذا استهلاك داخلي لا أكثر ولا أقل، لأن الحوثي يعلم أنه كما انتهت الآن حركة حماس عمليا كمستقبل سياسي كمستقبل عسكري في غزة، سواء طالت هذه الحرب أم قصرت، بكل الأحوال هذا المصير سينتظر الحوثي فيما لو قام في هذه المغامرة.